مقارعة أكبر الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، ونتمنى إن شاء الله المزيد من المثابرة. وأثرجت صدورنا خاصة هو أنكم يعني تطرقتم إلى وحدات الصيانة الموجودة على طول طريق السيارة، نتمنى أن تفعل هذه الوحدات، فطريق بدون صيانة تكون يعني فترة حياته قصيرة جدا، وبالتالي فالصيانة هي أساس، هي التي سوف تمد في حياة هذه الهياكل خاصة الطرق. فما يعانيه هذا يعني واقع معاش المواطنون حاليا، ويقول لك الطريق راهي كاينه ولكن شوف الانجاز، يعني في بعض القطاعات يعني لي ترونسون، وبالتالي ان تكون هناك استراتيجيه الصيانه آنية، وهذا الدور الذي هو منوط بهذه دور الصيانه التي انجزتموها حاليا، ونتمنى ان تكون مفعله حتى نحافظ على ميزه هذه الطرق. وما نسيتم ذكره هو ان شبكه الطرق في الجزائر تتعدى 141 الف كيلومتر، شبكه الطرق منها 9000 كيلومتر من طرق السيارة، 8860 يعني اظن من الطرق السريعه، يعني لو مقارنه بالدول الجوار، ف دول الأربعة المحيطة بنا يعني لا تتعدى يعني شبكة الطرقات 100,000 كيلومتر، يعني لكم أن تتصوروا الفرق الشاسع الموجود بين شبكة الطرقات في الجزائر 141,600 كيلومتر أظن، صح لي سيد الوزير، و 9,000 من طرق سيارة، يعني بالمعايير الدولية، معايير الدولية، ونحن لما نقول 1,500 يعني كيلومتر من طرق السيارة فهي بالمعايير الدولية.